النهارده في الحقيقه انه التعاون بين بني سويف، جامعه بني سويف وشركه هواوي قديم، وكان في لقاء بين معالي الاستاذ الدكتور منصور حسن رئيس الجامعه والجي ام قبل كده تم سابقا، بالاضافه الى الاكاديميه. وعندنا في الحقيقه مجموعه متميزة من الدكاترة وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم اللي already certified STOT. ساعدنا بأبنائنا الطلبة اللي كانوا حصلوا على مراكز متقدمة في competitions سابقة في التراكين اللي موجودين في الحقيقة. فالتعاون قديم وحققنا فيه بعض الإنجازات. إن شاء الله الفترة الجاية هيبقى فيه إنجاز أكبر. في الحقيقة هواوي طبعا شركة كبيرة ومتميزة، وخصوصا في مجال الانفراستراكتشر والنتوركينج والستورج، بالإضافة إلى الديفايسز. وبالتالي تميز الطلبة أو دراستهم في هذه المجالات الستورج والانفراستراكتشر وكل المجالات من هذا النوع بتفتح لهم فرصة متميزة جدا للعمل. بطبيعة الحال أي طالب النهاردة، ما ينفعش دايما بنقول انه قطاع الاي سي تي وكليات الحاسبات والمعلومات وحتى كليات هندسة الحاسبات بتخرج محترفين وليسوا فقط مهنيين، وبالتالي الهاندز اون اكسبيرينس مهمة جدا جدا. السيرتيفيكيشنز اللي بتقدمها الشركات ومنها شركة هواوي شيء مهم جدا ان الطلبة تهتم بيها وانها تقبل عليها. وعشان كده يمكن مبادرة هواوي في هذا المجال مبادرة أحب أن أثمن عليها جدا في هذا المجال. الاشتراك في الكومبيتيشن في الحقيقة بيدي اكسبوجر للطالب، مش بس بيديله النوليدج لكنه بيديله الاكسبوجر اللي ممكن انه يفتح له ابواب كبيرة مع هواوي ذاتها كهايرينج اورجانيزيشن، كمان للبارتنرز ايكو سيستم بتاع هواوي. بيفتح للمتميزين منهم فرصة ان هم يبقوا موجودين على الانترناشنال ليفل مع بعض الR&D سنتر سواء جوه هواوي او الجامعات او الشركات على علاقة بيها. عشان كده اعتقد انه مهم للطلبة المهتمين بال القطاعات اللي كلمت عليها زي النتوركينج والستورج وهذه القطاعات اللي بتتميز فيها هواوي بشكل عالمي، ان هم يشتركوا في هذه المسابقة ويتعلموا الكورسز بتاعت هواوي ويحاولوا ان هم to get certified. دي فرصة متميزة جدا لكل طالب، أثمن عليها وأشجع كل الطلبة عليها. شكرا جدا لهواوي على هذه المبادرة، ونتمنى دائما التعاون المثمر في هذا المجال بين